مرحبا بكم معنا مشاهدينا الأكارم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج باب البحر. قل لي كيف حال المسرح اليوم، أقول لك كيف هي ثقافة مجتمعك. ذلك هو المسرح، أبو الفنون وأمها والوصي عليها. على ركحه نراهم يرسمون لنا أدق تفاصيل حياتنا، فلطالما أجادوا وأبدعوا. هم آخرون إلا أنهم يشبهوننا حتى الصدق. هم مرآة واقعنا بحلاوته ومرارته. ببراعة أدائهم يعرفون جيداً الطريق إلى قلوبنا وعقولنا، وفي كنف عالمهم الساحر يغرينا الوقت كثيراً بالمكوف. نتابعهم بشغف، نعجب بأدوارهم، نتعجل اللقاء بهم، فنهرع إليهم أينما كانوا. ضيوف حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج باب البحر هم من المسرحيين. هذه المرة نحن من سنتحدث عنهم وننقل كواليس حياتهم لكم. ولكن قبل أن نرفع الستار عن تلك المشاهد، ندعوكم أولاً لمتابعة هذا التقرير. تابعوا معنا. أعطني مسرحا أعطيك شعبا ينطق حضارة وثقافة وتقدما. ذلك هو المسرح، النقطة التي تومض بانطلاق شرارة الثقافة والتطور والإبداع. من هنا يتضح جليا أن للمسرح دور بارز في تقدم المجتمعات وبنائها، وأنه ليس مجرد وسيلة للإضحاك والترفيه فقط، بل أنه يعتمد في جوهره على حصيلة المعرفة في شمولها، وعلى الغوص في أدق تفاصيل أفراح وأتراح الناس. فهل بات يدرك الفنان المسرحي اليوم كل ذلك؟ أم أنه يتغافل عن ذلك أحياناً ويتناسى أحياناً أخرى أن للمسرح لغة واحدة، ألا وهي نبض حال المجتمع وواقع حاله من الألف إلى الياء؟ يقولون إن ورود النجاح لا تقطف إلا بعد تحمل الأشواك، فهل نجح المسرحيون الليبيون في تخطي تلك الأشواك وصولاً بفن المسرح إلى بر الأمان؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما سبب ذلك الجفاء القائم بين المتلقي والمسرح إلا فيما ندر؟ ترى أين يكمن الخلل؟ هل يكمن في انعدام مصداقية المسرحي وبالتالي عدم شغف المتلقي بما يقدم؟ أم أن هناك أسباباً أخرى لم يكشف عنها النقاب بعد؟ هل بات يمتلك مسرحنا الليبي جدارة تؤهله عربياً لتبوؤ مكانة تليق بعراقة فن كهذا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ما تزال مشاركاتنا في الخارج خجولة هنا وغائبة كليا هناك؟ أسئلة كثيرة وغيرها تبحث عن ردود، فهل من مجيب لها؟ اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. ومن بعد ما شفنا التقرير، اسمحوا لي نرحب بضيوفي الاكارم. هم ثله من المسرحيين الرائعين. معي الاستاذ ميلود العمروني الفنان الرائع، اهلا ومرحبا بك استاذ ميلود. معي الاستاذ فتحي كحلول الفنان الرائع جدا، اهلا ومرحبا بك استاذ فتحي. ومعي الاستاذ علي عبد الله سعيد، اهلا ومرحبا بك استاذ علي. انستونا وشرفتونا. في البداية فنان ميلود العمروني، كيف تقرأ ملامح الحركة المسرحية في بلادنا اليوم؟ الحركة المسرحية في ليبيا مش واضحة، يعني فيه مواهب وفيه ناس عندها جدية للعطاء، لكن بالمقابل ينقصنا المسؤول الفنان والفنان المسؤول الذي يعي ما يقول. نعم، هل الحركة المسرحية واضحة لديك أستاذ فتحي؟ والله هي ليست واضحة الملامح، وتحتاج الحقيقة إلى الوعي بدور الفنان المسرحي والوعي بدور المسرح من خلال المجتمع ومن خلال أدوات المجتمع التنفيذية. نعم. وبما يخص المسرح ودعمه. نعم. بشكل كبير جدا، لكن هو الآن حقيقة
يعيش غريبا ويمشي غريبا ويبعث غريبا. نعم، ماذا عنك أستاذ علي؟ المسرح في ليبيا بالكاد يبدو واضحا. نعم، بالكاد نتيجة الظروف، سواء كانت من داخل البيت الفني المسرحي أو من خارجه. نعم، فقعد يتلمس خطاه. نعم، لما شفت التقرير هل كانت الصورة يعني تشير إلى بعض النقاط التي لا يكاد المتلقي والفنان معا يعني يفهمها؟ شو رأيك سيد ميلود؟ شو تعقيبك على التقرير وعن الكلام اللي جاء في التقرير؟ التقرير مؤشر أن ما عندناش مسرح، لأن أغلب الأعمال اللي قدمت هو عمل لمسرح الجامعي من تونس بمشاركة الفنان عمر فيتور على آلة العود. نعم، ومسرحيات من المسرح المدرسي والجامعي. نعم، ومسرحية كوشي يكوشا. نعم، نحن لم نقم بسرد واقع المسرح من خلال هذه لقطات، بس كنا قضينا بها من اللقطات. نتحدث عموما استميلو من هذه اللقطات نستوحي أن الأرشيف فارغ من المسرحيات الليبية، والمسرحيات اللي تم تسجيلها مرمية، وعندنا في بنغازي مرميات وانا نقدر نشيلكم حتى تصورون يعني. نعم، مهملات. نعم، بحجة ما فيش كيف ننقلون على أشرطة حديثة، لأن الآلات غير متوفرة، وهذا إرث ثقافي للدولة. الليبيين أعطوا من سنة 36 للآن هم يعطوا في المسرح. نعم، بل هناك من يقول من عام 1908 حين قدمت مسرحية وطن. إذا تتحدث عن نقطة جوهرية ومهمة جدا، تتحدث عن أن الليبيين أعطوا من سنوات عدة ولكن الأرشيف فارغ الآن، كيف تفسر هذه المفارقة سيد فتحي؟ طبعا هي مفارقة كبيرة جدا، والمسرح الليبي لا ذاكرة له للأسف، ونحن كفنانين مسرحيين صورنا العديد من المسرحيات في للإذاعة المرئية، ولكن للأسف الإذاعة المرئية أهملت هذه الأعمال وأضعتها مع الوقت. نعم، لرؤية موجودة داخل. بأي حجة ممكن تهمل هكذا أعمال؟ والله رميت. نعم، زي كثير من المسلسلات الآن بحثت عنها.